بسم الله الرحمن الرحيم. انا صاحب المحضر من امبارح والدنيا كلها مقلوبه في مدينه مانشستر حوالين كريستيانو رونالدو. غياب كريستيانو رونالدو على ديربي مانشستر يونايتد من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، الدنيا بالنسبه له ما ينفعش تعدي كده بسلام. ما ينفعش ان كريستيانو رونالدو يتقال عليه ان هو عنده اصابه في الفخذ والكلام ده يعدي على خير. لا، لازم الناس تشوف هل فعلا كريستيانو كان مصاب ولا لا، لانه في الشهور الاخيره كريستيانو رونالدو بيعاني معاناه غير طبيعيه في غرف ملابس مانشستر يونايتد، وبيعاني معاناه غير طبيعيه مع رالف رانجينيك، وبيعاني معاناه غير طبيعيه في عقليه لعيبه مانشستر يونايتد. كريستيانو رونالدو اللي احنا كنا بنتكلم ان هو يجي يوحد غرف الملابس في مانشستر يونايتد، لقينا ان هو بقى واحد من الاعباء الكبيره قوي اللي موجوده في غرفه ملابس مانشستر يونايتد. الكلام والتسريبات حوالين المشاكل بين اللعيبه اللي بتتكلم برتغالي واللعيبه اللي بتتكلم انجليزي، وبعد كده مشاكل راح يقول جونا سولشاير، وبعد كده المشاكل اللي جت مع رالف رانجينيك. رالف رانجينيك والعقليه اللي بتحب اللعيب الشاب فجاه بقى مطلوب منه ان هو يبني كل الخطه حوالين كريستيانو رونالدو. فامبارح مره واحده كده قرر ان هو يستبعد كريستيانو رونالدو، وقبلها برضو للامانه كان مستبعد كريستيانو رونالدو، والحجه كانت واضحه وثابته وهي اصابه في الفخذ بالنسبه لكريستيانو رونالدو. اول مره عدت لان الماتش ما كانش فيه تركيز كبير جدا عليه، بس تاني مباراه لا، انت بتلعب ضد مانشستر سيتي وبتلعب في ديربي مدينه مانشستر وبتتكلم على المركز الرابع، بدا يروح منك، وارسنال بدا ان هو يحط رجله ونص في المركز الرابع. فانت دلوقتي عندك مشكله كبيره جدا. طب تصريحاتك كلها كانت بتقول ايه؟ تصريحاتك كانت واضحه وصريحه، انا ما عنديش مانع في عدم وجود كريستيانو رونالدو، خساره لكنها ليست خساره كبيره. هو قال كده بالحرف في المؤتمر الصحفي لما اتسال على كريستيانو رونالدو، ولما اتسال برضه جوه الملعب على اصابه كريستيانو رونالدو هل هي حقيقيه ولا الكلام دبلوماسي، قال ان هو واثق في الطاقم الطبي لمانشستر يونايتد. ان كريستيانو رونالدو كان بيسرب اخبار عن طريق اخته ان هو مش مصاب، وان هو سمع ان هو كان هيلعب احتياطي في مباراه مانشستر يونايتد، وهو رفض الفكره دي تماما. والنهارده تم تسريب ان كريستيانو رونالدو اساسا سافر للبرتغال لما عرف ان هو خارج مباراه مانشستر سيتي. فالدنيا بالنسبه لكريستيانو رونالدو كل شويه تصعيد 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 تصعيد. طب تعالى نتكلم في سر، هل كريستيانو رونالدو كان مرحب ان هو يمشي في فتره الانتقالات بتاعت يناير اللي فاتت؟ كان عايز يمشي وكان بيدور على عروض، بس الازمه كلها ان مفيش عروض، ومانشستر يونايتد ما كانش عنده اي مانع ان كريستيانو رونالدو يمشي. بس فعلا موضوع عدم وجود عروض لكريستيانو رونالدو كان سبب كبير جدا في استمرار كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، رغم ان هو مش حابب فكره الاستمرار، علشان خاطر هو عارف ان دي اللعيبه دي بالعقليات دي صعب ان هم يخلوه يكسب اي بطوله كبيره. فكريستيانو رونالدو عنده مشكله في التعامل مع العقليه، عنده مشكله في التعامل مع المدير الفني اللي هو كان فاهم ان سولشاير هو اللي كان منال الدنيا جوه مانشستر، وسولشاير لما يمشي العقليه هتتغير، بس اتفاجئ ان هو التغيير اللي كان نفسه فيه ده اول واحد راح ضحيته وهو كريستيانو رونالدو. يعني انت نفسك ان انت المدير الفني يتغير عشان انت شايف ان هو لا يصلح لكره الفريق الفنيه، فالمدير الفني الجديد يجي يشوف ان ما ينفعش ان انا ابني خططي كلها على واحد عنده 37 سنه، وال 37 سنه دي عامله مشاكل بالنسبه لكريستيانو في العروض، مفيش عروض عشان كريستيانو رونالدو سنه كبير، كريستيانو رونالدو تاني وتالت ورابع مش هو اللي قرر التعاقد مع مانشستر يونايتد، بالعكس هو كان بيضغط على مانشستر يونايتد بالكلام على مانشستر سيتي، وكريستيانو رونالدو نجح ان هو يضغط على مانشستر يونايتد للتعاقد معاه، لان مانشستر سيتي كان كلامه واضح، انا مش هدفع 1 يورو في كريستيانو رونالدو، مش هدفع 1 جنيه استرليني في كريستيانو رونالدو، مش هيدفعوا جنيه واحد بقى 1 باوند، مفيش، مش هيدفعوا جنيه حرفيا لكريستيانو رونالدو. عشان كده كريستيانو رونالدو كان شايف ان موضوع مانشستر سيتي الموضوع صعب جدا. فدلوقتي كريستيانو رونالدو وصلنا لمرحله الحاسمه، هل كريستيانو رونالدو على عتبه النهايه من مشواره الرياضي؟ هل كريستيانو رونالدو اقتربت النهايه بشده؟ هل كريستيانو رونالدو في حالة عدم وصول المنتخب البرتغالي لكأس العالم هيكون مستعد ان هو يكمل تاني في عالم كرة القدم؟ هل كريستيانو رونالدو في حالة خسارة البرتغال وعدم وجود عروض يكون الاعتزال بالنسبة له هو الحل الوحيد؟ ولا كريستيانو رونالدو والعقلية اللي عايز تاخد كل حاجة هيفضل ماشي بيتخانق مع الزمن وبيتخانق مع الوقت علشان خاطر يحط لنفسه هدف وتارجت جديد؟ لكن الازمه كلها صديقي كما قال عدوك اللدود، وصديقك في الجهاد والكفاح الجسد لا يرحم. للاسف الشديد ميسي كان عنده حق، الجسد فعلا لا يرحم يا كريس، ولازم نصدق ان خلاص النهايه بدات تقترب بشده جدا يا دون. كانت سنوات جميله، كانت سنوات ممتعه جدا اللي شفناك فيها انت وميسي بتقدموا اجمل سيمفونيه في عالم كره القدم، لكن للاسف الشديد هو ده الزمن وهو ده كره القدم وهي دي احكام كره القدم.
نتمنى ان كريستيانو رونالدو يحاول يشوف عرض خارج مانشستر يونايتد، لان واضح ان الموضوع بالنسبه لرالف رانجينيك منتهي تماما، الا لو الكلام على رالف رانجينيك نفسه هيمشي، والكلام ده كتير جدا وكبير جدا ان رالف رانجينيك مش هيكمل مع الفريق، لان رالف رانجينيك بيقال ان هو جاي مرحله انتقاليه، وبعد كده بعد نهايه الموسم هيتم الكلام على مدير فني جديد. بس ماذا بعد نهايه الموسم لما كريستيانو كان معاك نهايه الموسم والبرتغال ما صعدش كاس العالم؟ هل الدنيا بالنسبه لكريستيانو هتكون رايحه فين وجايه منين؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو قول لنا كريستيانو رونالدو الدنيا بالنسبه له رايحه فين وجايه منين؟ وهل انت كعاشق لكريستيانو رونالدو تفضل ان هو يعتزل دلوقتي؟ وهل انت كاره لكريستيانو رونالدو كان بيحط عليك كتير؟ ايه رايك في القصه كلها؟